اهلا بيكم في فيديو جديد، موقع جديد للربح من الانترنت. الموقع اللي معانا هو موقع اسكتاك للربح من الاستثمار في الطاقة الشمسية، الطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة. الموقع ده اتطلب مني ان انا اتكلم عليه، فكان لازم نتكلم عن الموقع اللي معانا. الموقع هيستمر ولا لا؟ لان الموقع لسه جديد، لسه على الله حكايته. طبعا قبل ما نكمل يا صاحبي في الفيديو، لازم تنزل تصلي في الكومنتات لايك، تشترك، تفعل جرس التنبيهات. في شويه حاجات في صندوق الوصف تابعني عليها، مش هتخسر اي حاجه خالص. دلوقتي تعالى نروح نشوف الموقع اللي معانا. زي ما هو ده مكان يا صاحبي، اول ما بتعمل حساب بيديك 25 جنيه مصري هديه. طب تمام، انت عايز تشتغل على الموقع هتعمل ايه؟ زي ما هو قدامك كده، دي خطط استثمار الموقع اللي معانا. اقل حاجه 500 جنيه، طبعا الربح بتاعها هيوصل في خلال 100 يوم ل 10,000 جنيه، تمام؟ كل يوم 100 جنيه. بعد كده عندك 1000 جنيه، بعد كده ده طبعا الفلوس انت تحطها يعني. وبعد كده 1500، 3000، 5000، 10000، 50000 و100000. وطبعا ال 100000 ديت تقريبا بتدخل لك ربح في اليوم 4000 جنيه، في ال 100 يوم يبقى 4 مليون تقريبا. طب تمام، ده بالنسبه للاستثمار او ان انت تحط فلوس، تمام؟ طبعا الفلوس ديت المفروض ان انت بتدفعها، هم بياخدوها بيستثمروها في ان هم يشتروا الواح طاقه شمسيه، وطبعا المفروض الارباح بتاعتهم بتتوزع على المستثمرين في المنصه. جميل لحد كده؟ جميل جدا. زي ما هو قدامك برضو ازاي تكسب من دعوه الاصدقاء، برضو مستوى اول تاني تالت، اتكلمت كتير عنها على موضوع المستوى الاول والتاني والتالت دوت، وان هو تسويق هرمي. نكمل في الموضوع ده نبذة عن الشركة، وان الشركة زي ما اقول لك بتشتغل في الالواح الطاقة الشمسية، وقصص طويلة كده ان هم لهم اماكن كتيرة في باكستان والبرازيل، هيعملوا في البرازيل الموضوع هيكبر وهيوسع اكتر طبعا. وده طبعا لما انت بتحط فلوس وانا احط فلوس والناس كلها تحط فلوس، هم هياخدوا الفلوس ديت ويشغلها لنا بقى ويعملوا استثمارات ومشاريع كبيرة. تقييم الموقع، او قبل ما نروح للتقييم، السحب زي ما هو قدامك 25 جنيه، حبيت اسحبهم قالك لا، اقل حاجه تسحب 150 جنيه، ده الحد الادنى، وبيوصلوا في غضون 5 دقايق، اللي هو مش مثلا في غضون 5 ايام، لا في غضون 5 دقايق. نكمل زي ما هو قدامك يا صاحبي. برده ده تقييم الموقع 36، مش ايجاب ولا حاجه. الموقع عمره قصير، الموقع لسه بقاله ايام على الانترنت، يعني هو مثلا مكتوب 4 ايام، قول اسبوع بقاله على النت. فلما بحثت عليه لقيت ان هو بقاله مدة قصيرة ولسه في البداية، فحبيت ان اعمل الفيديو ده في البداية عشان نكون من البداية مع الناس في موقع زي دوت. اولا صاحبي زي ما هو قدامك كده، ده الموقع الاصلي بتاع المنصة او الموقع الرئيسي. فعلا الشركة موجودة وبيستثمروا في الطاقة الشمسية، وكانوا حاضرين في مؤتمر المناخ اللي كان معمول في مصر، الكلام ده كله مفهوش اي غبار ومفهوش اي اختلاف، والشركة اتأسست 2007. ولكن الموقع اللي معانا دوت هو ما هو الا واخد بس الواجهة بتاعت الابليكيشن، الاسم حتى الدومين بتاعه مش هو الدومين خالص، اللي هو www. المفروض اسم الموقع اللي هو SCA اسم الموقع، لا هو حاطط لك www. اي حاجات بقى في النص كده، انما اسم الموقع جوه في الصوره اللي بتفتحها الصفحه اللي بتقلب فيها هو واخد اللوجو بتاع الموقع الاصلي، الاسم بتاع الموقع، الشركه بتعمل ايه في الطاقه الشمسيه، فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل عضويات او استثمارات، خطط باقات الناس تدفع فيها فلوس. طبعا كل باقه احنا هناخد ال 500 ده هنشغلهم، هتاخد كذا، وهم قال بيشغلوهم في الطاقة الشمسية والألواح. وطبعا الشركة أو الموقع اللي احنا بنتكلم عليه ملوش أي علاقة، إنما الموقع الرئيسي موجود، والموقع الرئيسي ما بيطلبش إن هو ياخد فلوس من الناس، أو ما بيستثمرش فلوس الناس أصلا، هو شركة مع نفسها كده. فالموقع اللي معانا عبارة عن صبايا، وأكبر دليل على كده إن هم مستعارين اسم شركة موجودة بالفعل. ما تقوليش بقى لا ده بيدفع، ما لا بيدفع وبيسحب، ما انا عارف ان هو بيدفع ويسحب، ولكن انا بتكلم على ان هو اصلا مش هيكمل. بالنسبه لاصدقائي اللي مهتمين بحلال وحرام، فبرضه الموقع الشغل عليه حرام او الربح بتاعه حرام، لانه في تسويق هرمي يا صاحبي، فده حرام 100%. الموقع بيدفع يا صاحبي، انا ما بقولش ما بيدفعش، الموقع بيسحب وتمام 100%، ولكن انا بقول ان الموقع مش هيكمل، الموقع حرام،
وبس كده. ده رأيي في الموضوع. انت عايز تشتغل دي حاجة ترجع لك، انا مش بقول لك ما تشتغلش، دي حاجة ترجع لك. واقول المفروض يتقال يا صديقي القناة قناة ربحية 100% اكيد، ولكن برضو دورنا ان احنا ننوه عن المواقع الكتيرة اللي انتشرت. طب يا احمد انت قناة ربحية، المفروض مثلا حاجة زي كده تقول يا جدعان اشتغلوا مثلا شهر اسبوع ولا حاجة، حطوا فلوس واسحبوها وخلاص، ده المفروض يا صاحبي. ولكن انا بحط نفسي مكان الناس اللي لسه داخله جديد. للاسف ناس كتيره جدا بيتنصب عليها في مواقع زي كده، وبتكتب لي على الكومنتات بعد ما الموقع يقفل يا ريتنا كنا سمعنا الفيديو بتاعك. فانت عندك الفرصه يا صاحبي. طبعا انا ممكن لو قلت على موقع زي كده او المواقع الكتيره اللي بتطلع وقلت يا جدعان هندخل ونحط مبلغ فين، انا هكسب والله ملايين يا جدعان. ولكن يعني الحلال بين والحرام بين، واحنا خلينا مع الحلال حتى لو قليل. وانت نفس القصه يا صاحبي. طب يا احمد جيب لنا موقع نكسب نشتغل عليه، موقع حلال، موقع مضمون. يا صاحبي الاستثمار على الانترنت مش عايز اقول مستحيل ان انت تلاقي، ولكن حاجات بسيطه جدا، وحتى الربح بتاعها مش زي ما انت متخيل، مش ارقام كبيره. عشان كده احنا بندور على حاجه ان انت تعملها، حاجه تكون سهله، حاجه ما تدفعش فيها فلوس عشان حتى ما تخسرش. ده اولوياتنا او ده اللي احنا بندور عليه. فلو انت عندك موقع مثلا في شغل عليه شغل سيبونا في الكومنتات هنتكلم عليه ونشاركه مع اصدقائنا هنا في القناة. انت لو نفسك في اي حاجة عايز نتكلم عليها سيبها لنا في الكومنتات. لو عندك موقع مقلق منه سيبه لنا برضه في الكومنتات. طب انت بقى لو ما عندكش اي حاجة من الحاجات ديت وعايز تكسب فلوس وكده صاحب هتعمل ايه؟ هتصلي علينا في الكومنتات، وان شاء الله باذن الله لو في اي جديد، لو في مواقع كويسه هتلاقيها هننشرها هنا في القناه. لو في اي حاجه جديده طلعت وبتقدم ربح مجاني، ربح بتعمل حاجه وبتاخد فلوس، فان شاء الله برضو هيكون هنا في القناه. فاحنا مهتمين بالمجال دوت وانت مهتم بالمجال دوت، فاللي ناقص ايه؟ ننزل تشترك معانا في القناه. اشترك يا صاحبي في القناه، عايزين نوصل 100,000 درع يوتيوب بقى وحاجات حلوه كده. بس كده ده الفيديو. لو انت نفسك في اي حاجة زي ما في الكومنتات بشوفك في فيديو تاني. سلام.